للجديد لإعادة ترسيم الحدود وتشكيل الدول وتفتيت المفتت وأشياء كتير قوي بنسمعها بقالنا 4 سنين، لكن اللحظة الآن تقترب من أنه دورها في المشهد يأخذ ملمح مختلف. وكنا لفتنا الانتباه أنه في 1917 لما كان في احتياج من المؤسسات الاستعمارية الكبرى في العالم أنه يبقى عندي طيار من داخل المناطق، فتم التفكير في إطلاق تنظيم الإخوان، واتخذ القرار بعد مشهد ثورة 19 وتم التنفيذ في 1928. فيما يبدو لأن هذا الشكل أصبح بملامح ورائحة ما، فيطلع عندنا بعديه على طول التيار الوهابي، وبدل ما نتكلم عن الدعوي الإخواني نتكلم عن الوهابية السلفية. ولأن الوهابية السلفية كانت مدعومة بشكل أو بآخر من ظهير البترودولار، فيبقى عندي في البعد جناح تنفيذي يطلع منها يسمى القاعدة. ولأن القاعدة لما تم اختبارها شكلت نوع من الهوس لدى المحبطين في العالم العربي والإسلامي، فكان لازم يجي الشكل الأكثر تطرفاً اللي هو آيزيس اللي هو داعش. ده جزء من الحوار بالتأكيد اللي هنتطرق له مع صقر المخابرات النهاردة، لأنه من الواضح أن في ضغط في المشهد لاستدعاء داعش، لتوضيح دورها، لتحملها بملفات محددة، أشياء كثيرة. عايزة قبل ما أخرج للفاصل بتاعي أقول أن الشعب المصري ده شعب خلاق، وأنه قادر يرد على داعش وعلى غيرها، وأن في مجموعات بتنشط الآن للرد على كل مظاهر الاتكالية في المجتمع المصري، في محاولة لتصحيح نمط السلوكيات اللي بيعيشوا الشارع المصري. ودي دعوة أنا بتمنى من حضراتكم أن كلنا نشارك فيها بحسب وقتنا بطبيعة الحال، لأن في مؤسسة مصرية اسمها ندى لطرق مصرية آمنة، وبتوجه دعوة لكل المصريين، لكل اللي يقدروا يشاركوا يوم الجمعة القادم 27 فبراير في الزمالك للمشاركة مع كايرو رانرز، علشان هم منظمين فعالية للجري بشعارات عديدة، منها مثلا مصر بدون حوادث طرق، منها مصر خالية من إصابات الحوادث، ومنها نحو الوصول إلى صفر في معدلات الوفيات من حوادث الطرق. الهدف مهم، والهدف اللي كلنا بنتألم منه لما يكون في حادثة فيها أتوبيس مدارس أو فيها أطفال أو فيها عائلة بالكامل ممكن تطير من على كوبري. الهدف مهم، الهدف